النيزك، منتجع جاك، ابحث عن تشيكليتا، جبل جاك، أنقذ كارلوس. أهلا بالجميع، شكرا على حضوركم سريعا. كارلوس كان يستكشف معبدا أثريا في عمق الغابة. الآن هو عالق في كرمات شجرة ولا يمكنه النزول. ابحث عنه وساعده على النزول. استخدم حاسة شم تشيس الخارقة ليرشدك خلال الغابة لتجد كارلوس. أدوات تراكر يمكن أن تساعد في قطع الكرمات لتحرير كارلوس. حسناً، دورية المخلب انطلقت. أخلي المكان للهبوط، من هنا يجب أن تدخلوا الغابة. حظا طيبا يا دورية المخلب. أحسنت، حاول الحصول على أكبر عدد من حلوى الجراء. رائع، لديك حقيبة من حلوى الجراء، كل حقيبة بها ثلاث قطع. تراكر، نحتاج تراكر لهذا الإنقاذ. تشيس، تراكر، تشيس، تراكر، تشيس، Thank you.
رائع! وجدت الشارة الأولى. تراكر! أحسنت! يجب أن نكمل. كارلوس ينتظرك. النباتات تزداد كثافة. ساعد تراكر ليستخدم. يجب أن نتبع الطريق الصحيح. استخدم سمع تراكر المذهل. تشيس! تراكر! عمل جيد! النباتات تزداد كثافة. ساعد تراكر ليستخدم. أحسنت! أحسنت! تشيس! استخدم هذه الآلية القديمة لتفعيل الجسر والوصول إلى أطلال المعبد. هذه التروس تساعد في فتح الجسر، لكنها ثقيلة جداً. هذه مهمة تحتاج الجراء الأقوياء. الجراء الأقوياء، هيا! مدهش! تبلي بلاءً حسناً! Thank you.
هو الجسر! ساعد سكاي لتستخدم قوة الدوامة! حان وقت أعمال القوة! استخدم قوة زوما المائية لتصل إلى الجانب الآخر وتفعل الجسر! القوة المائية! حرك العصا اليسرى للإشارة إلى المنطقة الصحيحة! رائع! الجسر يفتح! أحسن! الجسر مفتوح! ساعد تشيس وتراكر ليصل إلى أطلال المعبد وينقذ كارلوس! تراكر! أحسنت! يجب أن نكمل! كارلوس ينتظرك! واو! حصلت تقريباً على كل حلوى الجراء! أحسنت! شارة أخرى لتعثر عليها! تشيس! رائع! وجدت الأطلال! ساعد تشيس ليستخدم حاسته الخارقة ليتتبع أثر كارلوس! تشيس! مدهش! وجدت كل الشارات! تراكر! تشيس! تراكر! فعل شبكة تشيس للإمساك بكارلوس إذا سقط! استخدم أدوات تراكر لتحرير كارلوس من الكارما! اقطع الكارمات! اضغط الزر في الوقت المناسب لقطع
أحسنت! أنقذت كارلوس! اكتملت المهمة! كارلوس آمن! Thank you.